اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. مشايخنا، وصلنا عند كتاب الحج بإذن الله بإذن الله بإذن الله، نستطيع أن نختمه بأريحية كمان. وهي رسلنا الرسم قبل ما نبلش عشان نوفر ربع ساعة. طيب، كتاب الحج، الحج واجب. هنا معنى الحج، قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه أجمعين، الحج واجب، هنا الحج فرض، بس عبر الوجوب تساهلا، صح؟ هاي فهمناها. على الأحرار، بالتالي العبيد ولا يملك يعني مال يكفيه. البالغين، الصغير لا يجب عليه. العقلاء، وبالتالي المجنون لا يجب. هاي بنسميها، بدنا هنا نقف على فكرة مهمة. في عندنا شرط وجوب وشرط أداء، شرط وجوب وشرط أداء. شرط الوجوب إن لم يوجد أنت لا يجب عليك الحج أصلا. إذا قلنا هذا شرط أداء، هو واجب عليك لأنه فقط شرط أداء، فوجب في ذمتك، بس لا يجب عليك أن تؤديه بنفسك، يمكنك أن تجعل غيرك يحج عنك. أعيد، فعندما نقول شرط وجوب معناه إن لم يوجد لا يجب. تفضل شيخي. إن لم يوجد لا يجب، خلاص. وإذا قلنا شرط أداء، هو واجب عليك لكن لا يجب أن تؤديه بنفسك، ويمكن أن توصي بالحج أو تحج عنك غيرك، الإحجاج بسموها. فالفرق ما بين شرط الوجوب وشرط الأداء بنسميها الإيصاء والإحجاج. عندما نقول شرط وجوب إذن لا يجب الإيصاء والإحجاج. عندما نقول شرط أداء يعني يجب أن تجعل غيرك يحج عنك، يسميه إحجاج، أو يجب أن توصي. حفظنا مشايخنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظنا؟ فالذي هم بهذه الشروط فقط، أن نقول هذا شرط وجوب أو شرط إيش؟ أداء. الآن الحرية شرط وجوب، البلوغ شرط وجوب، العقل شرط إيش؟ وجوب. الصحة شرط أداء، وبالتالي إن كنت مريضا يجب عليك أن تجعل غيرك يحج عنك في حياتك أو بعد وفاتك. الآن إذا قدروا على الزاد والراحلة، اشتغل؟ إذا قدروا على الزاد والراحلة، إذا قد هذا شرط، ترى الزاد والراحلة مشايخنا، الزاد والراحلة شرط أداء وجوب. إذا لم أملك مالا يكفي للحج فإنه لا يجب علي مشايخنا ماذا؟ لا يجب علي أنا أحج، خلاص؟ دكتور، حج الصغير غير المميز عفوا، بسم الله، بس فيما بعد؟ لا. لو بلغ الحج لا يجزئ. إذا الصغير إذا بلغ في الحج عليه أن يجدد الإحرام، يجدد الإحرام، لا لا يجدد الإحرام. هو الحج الذي الحج اللي هو شارع فيه، بصلى رسول الله فتك من الأحناف. الآن الحج الذي شرع فيه ليس بواجب عليه لأنه صغير، ينضافوا لحالهم خلاص. أشتغل، هي أشتغل. فلا، بعد عرفة ما بنفع، بده يكون قبل عرفة. فإذا يعني بعدما أحرم بلغه منقول له جدد الإحرام، لأن الحج الذي شرع فيه حج نفل وهو لا يلزمه الاستمرار فيه، بخلاف العبد. العبد إذا اعتق بعد إحرامه يجب أن يستمر في الحج الذي فيه لأنه أهل الالتزام، الصغير ليس بأهل الالتزام، فيمكنه أن يجدد الإحرام ويجزئ. نعم، فرض الحج يسقط عنه الصغير. نعم، في المتون مذكورة، في سأتي معنا في المتن يعني مثلا مشهورة. طيب، إذا قدروا على نشرح قصة الزاد والراحل مشايخنا. الزاد والراحل هاي نسميها نصاب الحج، مش في عندنا نصاب للزكاة، في عندنا نصاب الحج. نصاب الحج إيش هو؟ بدنا مال يكفيك ذهاب وإياب، خلصنا. هذا المال يكفيك ذهاب وإياب معناها أجرة راحلة، طعام وشراب في الذهب والإياب، فيها إشي؟ بدك تمكث هناك أسبوعين ثلاثة شهر، نفقتك هناك فيها إشي؟ أولادك اللي خلفك مال يكفيهم ذهابك وإيابك، هذا كله مع بعضه، الزاد، الباص، الروحة، الأكل، الطعام هناك، إقامتك هناك، نفقة أولادك، هذا نسميه نصاب الحج. من ملكه يجب عليه الحج. تعال نحسبها مع بعضنا. نحن في الأردن بأخذ 2000 الآن،
العادي 2400 هذا كانه اغلي البن شو 2464 دينار 64 يعني 2000 المشكله اللي زي ما بديش انا اليوم احكي لانه الموضوع طويل ومش فضيل القصص خلينا نضلنا مؤدبين ساكتين بدناش تفتح قصص لانه شغله بتبت طيب خلينا سامحوني 2500 ردوا عليه 2500 بدك هناك 500 نفقات لا 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 هناك ما في نفقات شيء ما وجبتين ومواصلات مأمن مواصلات مأمن في العزيزية زي ما هم موجود ستنين مواصلات مأمنين كيف يعني فقول بحاجة هناك 200-300 دينار مصروف كذا هاي هي الآن أولادك خلال الأسبوعين الثلاثة اللي تذهبهم تأتي مش كل الناس موظفين يعني في ناس مثلا شغل مياوة بدهم نفقة 300 دينار يعني بمعدل بدك 3500 دينار هذا أقل القليل صح؟ فاللي ملك 3500 دينار وجب عليه الحج صار في ذمته وملكين متى؟ في الوقت الذي ممكن انا ملك في بدايه السنه لا يعتبر اريد يجب ان املك هذا المال في الوقت الاستعداد للحج يعني وقت ما الدوله تفتح باب ايش التسجيل وما شابه ذلك انتبهنا مشايخنا هيها اذا قدروا على الزاد والراحله فاضلا عن المسكن وما لا بد منه على نفقه عياله الى حين ايش الى حين عوده خلصنا وعن نفقه وكان الطريق آمن شو حكم مشايخنا أداء الطريقة ممكن مثلا ماس في سوريا في العراق عنده إمكانية وكل إشي بس الطريق غير آمن هذا شرط أداء وبالتالي يجب عليه الإصاء والإحجاج هاي خلصنا من هذه الآن المرأة حتى يجب عليها الحج عليها أن تملك نصاب الحج للمرأة أنها تملك نفقتها ونفقة محرم لأنه زوجها الآن لا يجب عليه أن يأخذها إلى الحج وجوبا لا لأنه الحج شيء زائد وليس من يعني نفقة البيت وكذا فشيء زائد الآن هو أرسلها للحج يعني يبحث عن أجر والثواب له أجرها صحيح لا نختلف وهي أصلا إذا كانت لا تملك لا يجب عليها فهمنا طيب الآن المرأة إذا كانت تملك مال نحتاج مال يملك لها كما تحدثنا قبل قليل يعني بتفصيل ممكن هي ما عليها نفقة الأولاد فأسقطنا وبدها تملك نفقة محرم يذهب معها ويرجع فوق المرأة تملك نصاب يعني اثنين بينما هو يملك نصاب إيش واحد يعني المرأة بتحاج أقل شيء 5000-6000 حتى يجب عليها الحج وإلا لا يجب يبقى الحج عليها إيش قربة سنة لا يكون واجبا ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج طبعا زوجها له تفصيل شوي غريب الزوج الآن نفقة الحج ليس من نفقة الزواج اتفقنا زوجها إذا حج معها الآن إذا حج معها نفقة حج معها الله ولي الصابر ولي الصابر الآن هي تدفع تتحمل عنه نفقة السفر وهو يتحمل عنها نفقة الحضر حلوة هاي يعني المرأة مثلا بتكلف نفقتها في الشهر مثلا 200 دينار بتكلف زوجها فإذا عليه 200 دينار هي الآن لأنه مسافر بحاجة لنفقة 600 دينار نفقة السفر فاهمينها؟ عليها هاي بتكون عليها فبالتالي قديش بس نعمل مخالصة بينهم بيطلع 400 يعني بعبارة أخرى طالما هي زوجة بقيت معه فإذا نفقتها واجب عليه حتى لو مسافر معها نفقتها واجب عليه بس هي شو النفقة اللي عليه هو نفقة الحضر هو نفقة الحضر السفر هو مش مضطر له صح بين فهمناها مشايخنا فيعمل بينهم مخالصة يعني هكذا إذا خرج معها بس حتى لو خرج معها زي هيك بتدفعش نفقته هي وهو بتحمل عنها نفقة الحضر
وهي بتتحمل الزايد. هذا احنا اذا عايشين مع عالم بخلاء يعني يعني كلزوم نتكلم صح، كلزوم قضاء نتكلم، كلزوم قضاء فاهمينها يعني، هذا بتشتكي عليه بتاخذ من المحكمه اللي بنحكي الكلام هذا. اما لا ديانه لا، او العلاقه بين الزوجين مش علاقه يعني اسف يعني يا كذا يعني اكبر يعني بس احنا نتكلم فيما لو اختلفوا وبدهم مخالصه. الفرض لا، كل الفرائض دائما الزوج لا يوجد له اذن، حق يعني في يعني فرض العين مقدم على حق الزوج، بس حج النافله حج النذر كله لابد من اذن مين؟ الزوج. فالمرأة اللي ذات تستطيع أن تحج مع أخيها مع أبيها مع أي شخص يعني آخر، إذا كانت حج فريضة ومالكة للنصاب وكل شيء، ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج. نحن مذهبنا لاحظت واضح قضية خروج المرأة بدون محرم مبتوت عندنا، ما في حج إلا إيش بمحرم. وترى في المذهب الأخرى نفس الشيء، الشافعي فقط جوزوا حجتهم كان في حج الفريضة فقط عصبة، والآن أنا على حسب ما علم لا يفتون بذلك، لأنه الحج جدا صعب إخوتي. الحج يعني الشاب يلا يستطيع يؤديه، شاب مش الكبير في السن، الحج جدا صعب لأنه بدناش نعلق احنا، بس هناك الخدمات المقدمة انك تؤدي حج صفر او شو صفر سالب مية فيش خدمات فعليا يعني ما في، فكلها بتقضيها ماشي وركاض تعب تعب تعب. فالمرأة تحج يعني تستطيع تؤدي مع ناس ما رجل يحمل ويشيل ويرفع، واي لحظه معرضه المراه للاسف من كثره التعب انها يغمى عليها، فبالتالي لا يفتى ابدا للنساء يخرج. حتى العمره لا يفتى للنساء يخرجن اخوتي يذهب لاداء العمره يعني الا ما. طبعا العمره اصلا هي لا تجوز في كل مذاهب بدون محرم، في كل مذاهب في كل مذاهب ما تجوز بدون محرم نهائي، وفيها فتنه، فيها فتنه كبيره جدا جدا، وانت بالنتيجه ذاهبه لايش؟ لو قربه، وبالتالي حالها صار زي حال اللي بصوم يوم العيد الذي يصوم في ايام ايش؟ التشريق. طب انت صيام عباده، ليش ترتكب معصيه واثم مثل الذي يصلي وقت الشروق؟ طب هي صلاه تبذل جهد، لماذا تفعلها؟ فنريد ان يعني ننتبه لهذا. عصبة النهاية فقط عند الشافعية في حج الفريضة، وما بفتوا فيها لأنها يعني صعبة، فهمتها؟ صعبة من جهة الحج كثير صعب. طيب، ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة إيش؟ ثلاثة أيام فصاعدا. لا ثلاث ايام مقصود فيها 70 80 كيلو شيخي بس. ايوه هاي بس خلص قديما بقدر ثلاث ايام بهذه يعني هاي 80 كيلو. احنا قلنا لهم دائما عندنا يستخدمون الايام للكنايه عن ذاك. وفا نعم للسفر على السفر هو الحج لو حجت بلا محرم صحيح صح نعم ولو حجت بلا لو حج واحد ايش لو حجت لو حجت لو فرضنا حجت بلا محرم الحج صحيح في نفسه، بس هي آثم مرتكبة الكبيرة يعني. وإذا بلغ الصبي هي رأيتها بعدما أحرم أو اعتق العبد فمضيا على ذلك لم يجزهما عن حجة إيش؟ الإسلام. لو قرأت في الأسفل بتجي التفصيل إنه الصبي لو جدد إحرامه يجزئ ماشي، والمواقيت مشايخنا طالما المواقيت وصلنا كيف؟ لا لا جيد ليش نمسح انت طيب بسم الله بدنا اشرح لكم المواقيت نرتاح من قصتها مشايخنا نقراها بسرعه نستعين بالله عز وجل نكتبها هون عشان ما ننساهاش مشايخنا صلوا على رسول الله في المواقيت احنا طبعا عندنا بنسميها ثلاث دوائر مكة وهنا الحل وهنا ايش الافاق اسف الافاق ثلاثة طبعا هي مش هيك يعني هي هذا الحرم اصلا الحرم هكذا تقريبا الحرم ومكة جزء من الحرم بس نعتبرها كأنها دائرة هذا الحل هكذا تقريبا هكذا 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 منطقة كبيرة منطقة كبيرة وفي هنا ابار علي تعرفون هنا الجحفة هنا يلملم هنا ذات عرق
وهنا قرن المنازل. هذه أبار علي ميقات للمدينة، الجحفة ميقات للشام، اليلملم لليمن، قرن لنجد، وذات عرق للعراق. هاي تقريبا بعيدة تقريبا بمعدل 94 كيلو، تقريبا 100 كيلو بعيدة عن الحرم. الحرم إلا هذه حوالي 450 كيلو بيحكوا بعيدة، فهذه كلها إيش أقرب. الآن في عندنا هاي المنطقة الخارجية الأفق، إذا صار عندنا ثلاثة، الحرم اللي هو مكة بنتكلم عنه، الحرم، الحل، الأفق. فمنقسم الناس لثلاث أقسام، كل من يعيش في الآفاق يعني تجاوز هذا الحدود ذات عرق ويلملم والجحفة، كل من تجاوزها بنسميه آفاقي. آفاق، هذا الآفاقي يجوز له أن يحرم من أي بقعة في الأرض، بس ممنوع أن يتجاوز هذه المواقيت إلا وهو محرم. والأفضل أن تحرم من دويرة أهلك، في الحديث أن أتم الحج أن تحرم من بيتك. فالشخص اللي ذهب في الطائرة مش بحاجة في الطيارة يعمل قلق، في بيته يغتسل ويفعل كل شيء ويذهب للمطار وهو إيش وهو محرم. يعني هذا أكمل، أن تحرم من القدس، من المسجد الأقصى، هذا أكمل. فيحرم من كل هذه إيش الأماكن. آخر مكان مسموح له يحرم فيه إيش هو؟ الجحفة. وهذا شغل مكيف، هذا آخر ميقات مسموح له هذه الأماكن. انتهينا مشايخنا. نحن الأصل نحرم من الجحفة نحن، بس احنا عادة بنذهب للمدينة فبنحرم من وين؟ من آبار علي. الآن مش شرط من ذات هاي مشايخنا، لو أحرمت من هذا المكان أو من هذا المكان يجوز، المهم لا تجاوز المناطق المحاذية إلها. لو وجعلنا خطوط بينها ممنوع تجاوزها إلا وإنت إيش محرم. هاي فهمناها جميعا، ممنوع تتجاوزها إلا وإنت. فالآفاقي اللي هو نحن آفاقيين، إذا أراد أن يذهب لمكة، أراد أن يذهب لمكة يعني للحرم، لابد أن يؤدي حق الحرم بحج أو عمرة، ممنوع أن يذهب هكذا من هو الآفاقي. ولا يجوز أن يتجاوز الحدود هاي إلا وهو إيش هذا مين؟ الآفاقي. الآن الذي يعيش في الحل اللي نسميه الميقاتي، هذا ميقات بيعيش وين؟ في داخل الحل، ميقاتي، يستطيع أن يحرم من أي مكان من الحل، من بيته، من أي مكان، بس ممنوع أن يتجاوز حدود الحرم إلا وهو محرم. هذا ممنوع أن يتجاوز المواقيت الأفاقي، هذا ممنوع أن يتجاوز حدود الحرم. لاحظتم إحنا ثلاث دوائر، حرم، حل، آفاق، ممنوع أن يتجاوز. بس هذا شو ميزته عن الآفاقي؟ الميقاتي يستطيع أن يذهب لمكة للزيارة بدون إحرام، لأنه احتمال يكون قريب جداً يعني، فبالتالي يستطيع أن يذهب. بس متى يلزم عليه؟ إن أراد أن يذهب لأداء أحد النسكين لابد أن يحرم قبل أن يذهب، فهمناها؟ أما إذا ذهب للزيارة أو للتجارة لا شيء عليه. بس الآفاقي ممنوع يذهب لمكة إلا بها. ممكن أنا إلي أخت هنا في جدة في الطائف، أذهب الآن وأزورها وهناك إيش أحرم. أنا الآن عندما جوزت الميقات كان قصدي مكة ولا قصدي زيارة أو تجارة؟ زيارة أو تجارة، فبالتالي أعامل بقصدي، فهمناها؟ ولا يجب علي الإحرام. وأنا هنا حبيت أذهب لمكة أحرم، ما حبيتش أذهب لمكة لا أحرم، حبيت بعدها أذهب لمكة للتجارة أذهب للتجارة، لأن الآن ما عدت أفاقي، الآن أنا صرت إيش ميقاتي. عندما نقول ميقاتي أو أفاقي أو مكي، هذا الحكم للمكان الذي أنت فيه وليس لمكان تسكنه. يعني هذا المكي بس يطلع هنا يصبح ميقاتي، أنا بس أذهب لمكة أصبحت إيش مكي، ولو يوم ولو ساعة، مجرد وجدت في المكان أصبح من حكم أهله. فالآن كنت في الآفاق ذهبت للحل أصبح حكمي حكم أهل الحل تماما، انتبهنا لهذا. فصار الآفاقي ميقاته كل الأرض صح وأقصى المواقيت، الميقاتي ميقاته كل الحل، اتفقنا، إلى حدود الحرم. المكي بنسميه اللي يعيش في داخل الحرم. ومكة لا تنسوا مكة جزء صغير من الحرم، جزء صغير، يعني الحرم ضخم
الحرم تتكلم ما اتوقع لا يقل عن 20 30 كيلو ب 40 كيلو. مكه لا تجاوز يعني عشره. فبالتالي نحن واحنا في مكه اللي بدي ادي عمره ثاني بيحكوا له اذهب للتنعيم. سيد عائشه كم 10 كيلو بعيد، هذا اقرب نقطه لمكه كم؟ 10 كيلو. فمكه جزء بس نطلق على المكان كله هذا مكه، بس هو لا في الحرم يعيش. الان المكي في الحرم له ميقاتان للعمره الحل وللايش وللحج الحرم. اما هذا له ميقات واحد، هذا له ميقات واحد. المكي له ايش؟ ميقاتين للعمره الحل، لازم تذهب للحل اللي هو سيدة عائشة التنعيم، وللحج لا من بيتك من المسجد براحتك. شايف الباب للسفر والإقامة اللي بيجي على مكة؟ لا لا لا، مجرد دخلتها أصبحت مكة لك معاملة أهلها. لو هذا طلع للخارج هذا مش حكينا الآن ميقاته، إيش حكينا ميقاته؟ يطلع خارج للحل. لا الآن المكي لو طلع للآفاق بدي يرجع لمكة على مذهبنا بدي أدي حج عمره لازم ما في عندنا، إحنا نعتبر هاي البقعة مقدسة ممنوع دخولها إلا بأداء حقها لمن يعيش في الآفاق. من هاي منشدد فيها ولا سايق الباص ولا شيء على مذهبنا. لا جد دكتور، من سكان مكة سيدي طلع على آبار علي يعني على الآفاق ورجع يجب عليه يسوي عمره؟ الآبار لا. طب يعني المهم انه بعد الآفاق على الآفاق طيب الآفاق يجب مذهبنا. صار إلا إذا إلا إذا إلا إذا طلع هون بعدها كان بقصد يأتي لمكان هنا بعد ما صار هون صار الآن ميقات. إذا صار ميقات رجع هنا بدي يسوي بتغدى في الحديث يا سيدي. جدي الآن هي من الحرم. جدي من الحرم فبدي يحرم قبل ما ينزلها صح؟ الحل أنا عكستها الحل دحت من الحل حكيت الحرم من الحل بس الآفاق بدي يحرم قبل ما يدخل الحل بتعرفه. على كلامكم إنه مكة هي الحرم لا مكة جزء من الحرم، الحرم محدد محدد. سكنة في مكة هاي شبه ما فيش ما حصل لأحد يعني ما عاد أحد حاليا. لا أنت الآن الحرم إله يعني بعيش في الحرم كامل إله فضل الحديث الوارد 100,000. فكأنه هذا خلاص أدرج الآن في حدود مكة، دخل هو مكة اللي هي جزء من الحرم مش الكعبة. الحرم المكان الضخم 40-50 كيلو يعني. مكة جزء منه. جزء صغير يعني أظن لا تتجاوز عشره يمكن. كل المحيط هذا يسمى حرم. كل حرم هذا محدد من زمن سيدنا إبراهيم حدده سيدنا رسول الله حدده سيدنا عمر الخطاب إله يعني. ذا ضاء لبان الحديبية إله يعني مواقيت معروفة في التاريخ ومكتوبة ومشهورة. عشان تبسش عليه. واحد رايح على مكة لقصد التجارة لازم يعني يدخلها. على مذهبنا. لازم. على مذهب غيرنا كرد الشافعي لا، بس إحنا على مذهبنا مكة كل من الآفاق بعيدة يعني الذي يذهب لها بقصد هذا يؤدي حقه والعمرة ساعتين يعني. دكتور هل هذا العمل عليه في المذهب؟ والله حلو ليش نتركه هنا؟ عباد يعني يعني إذا كان في حرج شديد، بس طالما فيش حرج الواحد يبقى ده عمره يعني. إذا في حرج في مذهب أخرى المسألة فيها خلاف فيها خلاف صح. لا بيبقى في الدين في ذمته حجة وعمرة. واجب لازم عليه بضبط يعني لازم عليه في ذمته. هو موافقك يجب هو الآن بس إنه ويبقى لازم في ذمته. طيب نقرأ الآن مشايخنا نقرأها سهلة. والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما هي مكتوبة أمامكم. لأهل المدينة ذو الحليفة، لأهل العراق ذات عرق، لأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. خلاص. فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز. ومن كان بعد المواقيت فميقاته الحل بعد هذه المواقيت اللي هو تكلمنا عنه الميقات. ومن كان بمكة في ميقاته في الحرم في الحج الحرم وميقا وفي العمرة الحل. وإذا أراد الإحرام اغتسل أه
طيب. نقرأ هاي. طيب خلينا قبل ما نقرأ هاي مشايخنا أشرح لكم الآن. هاي انتهينا من المكان صح مشايخنا؟ انتهينا من المكان. هاي انتهينا من المكان الحمد لله. طيب خلينا نقرأ هاي بعدين نكمل. إذا أردت الإحرام ما الحكم الآن؟ أغتسل فيها حاجة؟ أو توضأ؟ والأفضل ما هو؟ الغسل. طيب الآن علق عليها تعليق. إذا كنت أنت في المدينة، إذا كنت أنت في المدينة، نحن عادة نذهب في العمرة للمدينة ثم نذهب لمكة، الأفضل أن تغتسل وأنت في الفندق وتحرم وأنت في الفندق، لأن كل ما قدمت على الميقات كان أفضل. لا تنسوا ما بين المدينة والأبار علي 5 كيلو كأنها أو 7 كيلو، وبالتالي لا أنا أحرم من الفندق، ممكن أذهب لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أصلي ركعتين وأحرم من هناك، ويكون هذا أكمل، وأغتسل وآتي بالآداب والسنن على أكمل ما يكون. فهمناها؟ ولا حاجة أن نقف عند المواقيت لأننا أحرمت قبل، هي أقصى نقطة. فهمناها؟ هاي انتبهوا له. وليس ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء. طبعا الموضوع الجديدين أفضل، يعني لأنه في اجتماع ناس ولقيا وعبادة، فكلما كان أقرب للنظافة كان أحسن. ومس طيبا، لاحظوا قبل الإحرام يسن أن تضع الطيب على نفسك وعلى ملابسك قبل الإحرام إن كان طيبا. ما يضر إحنا أن يمس طيبا، بعد الإحرام تصبح المشكلة. وصلى ركعتين، هاي نسميها سنة الإحرام، وواردة في أحاديث كثيرة ومكتوبة في الأسفل. تصلي ركعتين وقال بعد صلاة الركعتين: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني. ثم يلبي عقيب صلاته، يلبي عقيب صلاته. الآن بعد ما يصلي ركعتين معناها يحرم، هذا يدعو ثم يحرم. الإحرام عبارة عن إيش؟ عن نية للحج أو للعمرة وتلبية، أو أي ذكر خالص ليس شرط ذكر. ثم يلبي عقيب صلاته. طب أن يكون عقيب الصلاة هذا كله سنة، لو فعله بدون صلاة بدون اغتسال يجوز صحيح؟ فإن كان مفردا بالحج نوى بتلبيته فقط إيش؟ الحج لوحده. والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات، يعني يحافظ على هذه الكلمات، فإن زاد فيها جاز، لأن عن سيدنا ابن عمر أنه كان يزيد في التلبية بس لا ينقص عنها. فإذا لبى، لأن لاحظوا نوى ونوى ساعدوني نوى ولبى، فصار عندنا نية 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 ساعدوني وتلبية، فصار عنده إحرام. مثل الصلاة نية والله أكبر نفس الشيء. فليتقي ما نهى الله تعالى عنه من الرفث. الرفث ما معنى؟ الجماع ودواعي الجماع، خلاص الفسوق المعاصي كلها. وإيش بعديها مشايخنا؟ الجدال، يعني أي حتى اعتبره تقول للسائق يقول لك 5 ريال، تقول لا 3 ريال، يعتبرهم من الجدال يعني بعضهم يعني. بس الأيام هي صعبة يعني شوية مبلغ، بس بقول لك يعني اعتبره، بس يعني مش يعني إذا استطعت أن تتجنب كلها خير، إن استطعت فأن يترك كل مجادلة. طبعا هذه الأشياء الأصل في حياتنا كاملة حلوة بتقول طب أهل البدع كيف نعمل فيهم؟ طيب ولا يا شيخ عبد السلام شو نعمل فيهم؟ ننحرهم هناك خلاص كيف؟ فانتبهوا. بس هل بيحكوا إنه الجدال بالأمور الشرعية برضه؟ كله يترك، يتجنب كل شيء. هذه الأيام سيدي هيك بتعيش نزاكة مع الله شوية، يعني روحانيات جميلة تترك الدنيا والجدال فيها، يعني يترك كل شيء فيها، يترك فيها الجدال. وترى يعني الجدال في أمر، احنا كأهل السنة ليس من طبعنا الجدال، وليس مهما يعني في ترتيبنا العلمي الجدال،
لأنه أنت الآن بين شخص تريد أن تناقشه في إثبات مسألة وقليل من هؤلاء يقبل، قليل، لأنه هو خلاص اتخذ جانب وجهة وموقف والسلام. 95-98-99% من الناس ما عنده موقف، اشتغل عليهم فهؤلاء يقبلون. لذلك الأفضل الإنسان ما يتكلم إلا مع الشخص الذي يسمع كلامه. لكن أحيانا تكون أنت في محاضرة في دورة مضطر أن تثبت أشياء وتدفع أشياء، بس أنك تشتغل بالناس تناقش وتجادل لا. أهل السنة يعني منهجهم يقولون على التربية والتعليم وليس على الجدال والمناظرة، يتركون يعني هؤلاء يعني إلا عند الحاجة، يعني شخص رد شيء أنا أرد، والأولى أحيانا تتركهم يعني. ولا يقتل صيدا، أنا بس أحيانا سبحان الله هذه الآية فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تعرفوا في الحج أقل شيء بيكون 50 لغة، إذا ما كانش 100 لغة أو 200 لغة في نفس الوقت، وبكون أناس ازدحام ومع ذلك ماشي الأمور. وأحيانا أثناء الحج يعني ناس من بيئات مختلفة، واحد بيمشيك واحد بيمشيك واحد بيمشيك يعني بجميع الاتجاهات، بس يعني رغم كل ذلك الكل متحمل الكل صابر. نحن منكون في الطرق يعني 3 مع بعض متنازعين يعني هناك لا شدة الازدحام، في ناس يعني ما يعني بسيط وعجمي ما بيفهم ولا إشي بيمشي بعكس الناس يعني، ومع ذلك الناس صابرين صابرين يعني. فسبحان الله، بس تشوف يعني هاي السر، تجد انه بيرجع لسر هذه الآية فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني وجود هذه الآية جعل انه مئات يعني اللغات تكون واختلاف الطبائع وملايين الناس وبطوفوا مع بعض، ومع ذلك نادر أن تسمع صراخ، يعني ماشي الأمور سالك يعني والكل متحمل وصابر. ولا يقتل صيدا، طالما أنا أحرمت الآن لأني أعرضت أخوتي عن الدنيا خلاص خرجت منها وأصبحت فقط مقبل على مين؟ على الله تعالى، فلا أنشغل بشيء. والصيد يعني فيه حظ نفس يعني من جهات أصيد وعبث من جهة وطعام وشرب وكذا، خاصة إذا كنت في البر في البحر جاز لأنه ما في عندي وسيلة أكل إلا صيد البحر، أما في البر الآن أصبح ممنوع. ولا يقتل صيد، ولا تقتل الصيد وأنتم حرم، ولا يشير إليه، الإشارة للمرئي بحيث أشير هكذا فيراه، أو أدل يعني عليه، أدل على الصيد بحيث أقول هو غير مرئي، أقول لشخص خلف الحجر خلف السيارة، فسواء لاحظ صدت أو أشرت أو دللت كله إيش ممنوع. ده أقرأ لكم حديث في الأسفل، حديث أبي قتادة، انظروا أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس محرم بمحرم، قال فرأيت حمارا وحشيا فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فاختلست صوت، يعني أنا ركبت وقلت لهم أعطوني الرمح حتى أذهب أصيده، فرصة حمار وحش يعني، فاختلست صوتا من بعضهم أخذته غصبا منهم. الصحابة لاحظ ما أعانوا الآخرين، وشددت على الحمار فأصبته فأكلوا منه. المهم فسؤل النبي صلى الله عليه وسلم هل أشرتم هل دللتم هل أعنتم. أنا الشاهد في موضوع الحديث طبعا هي أمامكم في صحيح مسلم، أكل الصحابة أكلوا فيما بعد منهم، إنه الصحابة النبي لم يكن تارك لهم هملا هكذا بلا علم، يعني مجرد إشارة والدلالة كان يعرفون أنه لا يجوز لهم أن يشيروا أو هم محرمين، لا يجوز أن يشير أو يدل أو ما شابه ذلك. وبالتالي إخوتي بس نأخذ من هذا مخلص، ما هو إنه حقيقة الإنسان اللي بدي أدي حج حتى عمره حج خاصة يعني عليه إنه يتعلم جيدا قبل أن يذهب، وعلى الدول أن تحرص حرص شديد، يمكن ما في مكان فيه فوضى في الفتوى مثل أيام الحج، عجيب كل شيء تسمح هناك، حتى إن ركن الحج اللي هو الطواف الإفاضة تجد من يفتون بعدمه، وبعض الناس يرجعون للأردن وما طافوا طواف الإفاضة الركن، انسى هاي الواجبات يعني الأردن يعني الكويس 10 دماء بيرجع علينا هذا اللي كويس أدى مش طبيعي. طبعا الأردنيين أكثرهم ما برموش أصلا، واحد في الخيمة راح بيقولوا ارمي عنا
يعني عجب. وهذا الحج على مين؟ على المشرفين المرشدين، يعني يعني متروكين ترك عجيب جدا، عدم مبالاة، وقاعدين في الخيام أرجيلة دخان شد زحجانين. والله في 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 نفس منى تسمع سب الرب والدين، يعني أنا مش حدا، أنا سمعته مش حدا حكى لي، يعني إشي مقرف، يعني 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 إشي لا يتصور. ما في تعليم، خاصة هذول اللي بخرجوا محرم فبيعتبره مش عليه، يعني ممكن كلها يصلي محرم فلا، يعني في خلل حقيقة. لازم يتم تعليم الحج، أداؤه أداؤه حتى تؤديه. وهناك بده يروح بده تماما يضع في إذنه قطن، ما يسمع بالمرة فتاوى من أحد أبدا، تحذر تحذير شديد، إياك أن تسمع أي فتوى. خلص تعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة وبترجع لنا. بده المفروض يكون معه، المفروض ما يرجع، أهم شيء ما يرجع لمفتي من السعودية من الآخر يعني المفروض المفتي تبعينا كمان يعني يصير كويسين. يعني كنت بالحج مرة وكنت مرشد، كان معي مرشد إداري، فبمنى هم يطلعوا على الساعة 12 بالليل ويرجعوا بين 12 بالليل. أنا كنت منبه قبل أنه ما نطلع إلا مع بعض، والرجل قبل بالليل وكان هذا ما يصح. فصحيت بالليل في الساعة واحدة واحدة نص، وانه قاعد يصحي بهم واحد واحد. منو هذا؟ المرشد الإداري. المرشد الإداري صار طلع منهم ممكن سبعة ثمانية. الله يعليك، والله لو مرمين على صلاة الفجر ما صحيت. قاموا يعتذروا كذا، قلت ولا يطلع ولا حاج معه. تأمل. طبعا هذا احنا بكون عندنا نزاع كيف بدنا نخلص نرجع للأردن للذهب الموجود، يعني خاف يفوت. فبتجد يعني في ليلة يعني بدهم يرموا ويرجعوا، يعني أهم شيء طول وقت تفكيره إيش يرجع. في ناس ثاني يوم العيد ثاني يكون هنا، كيف يجيب شو جايبك شو جايبك. وهناك تسمع يعني حريصين، ليش اللي ترى الحجيج اللي هناك غير الأردنيين، بتجدهم بيبقوا شهر. ولذلك إحنا عندنا مشكلة المرأة، المرأة إذا كانت حائض الأربع خمس أيام ما بتستطيع، يعني في مشكلة. الحجاج الآخرين ما عنده مشكلة لأنه أصلاً باقي ثلاثة أسابيع وفرصة أنت في الحرم يعني وفي العبادة، إلا نحن هاي جلد يعني ثالث يوم ثاني يوم يعني بدهم يرجعوا كذا، ونتيجة يصبح الرمي في غير محله، هاي الرمي إنساك منها، ويصبح مثل ما تفضل كل واحد يفتي. أنا بس كان الشاهد حقيقة لابد أن يكون تعليم واحد حتى يعرف يؤدي صحيح ويعرف شو له شو عليه ويؤدي الحج بحقه، لأنه يعني بده جهد. والأمر الآخر حتى ما يفتح أذنه للفتاوى اللي بتخرج من السعودية، لأنه يعني مش من أعجب ما يكون. ولاحظوا في زمن بني أمية كان منادي ينادي لا يفتي الناس، لسه ما في يعني تقنيات وكذا، لا يطوف بين الناس لا يفتي الناس إلا عطاء. وفي زمن بني العباس كان منادي ينادي لا يفتي الناس إلا مالك. اما نحن الان فلت 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 بابعد ما تتصوروا، يعني حتى الفتاوى تطلع من عندنا في خلل، في خلل هائل. طيب ولا يلبس قميصا ولا ولا سراويلا، لانه اصبح محرم الان، ولا عمامه ولا قلنسوه ولا قباء او قباء لا اعرف ضبطه والله وقباء، ولا خفين الا ان لا يجد النعلين فيقطعهما اسفل الكعبين. مشايخنا هاي نشرحها، هذا كعب صح، فرضنا هاي الرجل هذا كعب، هذا هو اسف اخطات، هذا كعب الوضوء، هذا كعب الصلاه، هذا كعب الوضوء الصلاه، هذا كعب الحج. وبالتالي اذا ما عندك للرجل مثل المرأة طبعا مريح، الله مريحهم كل هالقصص هاي، الرجل ما بيزبط الا يلبس زنوبة، بتعرفوها الزنوبة اللي هي بسموها النعل، النعل النبي صلى الله عليه وسلم، انتم تشاهدون صور وتجد قطعة من الاسفل ثم قطعة هكذا وقطعة هكذا، هذه المنطقة لابد ان تظهر من الرجل، هاي كعب الحج، اذا غطاها عليه دم. وبالتالي الحديث اسفل الكعبين ما معنى، ليس معنى هذه اسفل الكعبين اسفل هذه عندنا في مذهبنا، لابد أن تنكشف. جميل. فيقطعهم أسفل الكعبين ولا يغطي رأسه الرجل. المرأة انتبهوا لها أيضا، هاي فتاوى تجدوها في هولاك في السعودية، تجد كثير نساء محرمات ويعني يغطين الوجه. نحن الآن في مذهبنا وغيرنا في إشي بسموه السدل،
السدل انها تجعل شيء عيدان قديم يقول هكذا ثم تنزل شيء فتصبح كأنها في خيمة، يعني شيء لا يمس الوجه. الآن يفتون هناك لا، انه يجوز ان تلبس النقاب والخمار، وهذا معروف انه يعني انا الذي احفظ انه مخالف للمذاهب الأربعة في كل مذاهب. ما بيصير المرأة ايش تغطي وجهها، لذلك قلت لكم يعني في حذر شديد انه الواحد يسمع اي فتوى من هناك في مشكلة. ايش شيخ في مشايخنا في حضرموت بيتنقبوا نسائهم واول ما يرجعوا بيذبحوا مباشرة بيطلعوا دم، يعني هم بيخلوا نسائهم يتنقبوا بيذبحوا دم. شنو يسووا في الحركة هاي؟ المساء بيقول لك انا بقدرش امشي بدون ما تكون منقب، ما بترضاش تمشي بدون ما تكون منقب، فلما تحج بيطلعوا دم عنها. طفل الله والله طفل برسال والله يا سيدي. لا مش عذر هذا، على العكس تعمد في إثم يعني معصية. ولا يمس طيبا، هذا يمس لحظة قبل كان يطيب يسن أن يتطيب، الآن بعد شو صار الحكم؟ لا يمس طيبا. لا في الحج النهاية احنا معروفة يعني اللي هي مكان ربط الشراك بنسميها، ففي الحج لابد أن ينكشف هذا المكان، هاي بنسميه هذا كعب الحج والآخر كعب الوضوء، نفس الشيء من عمره الحج واحد منها. شو عليك دم تشتري زنوب بس تروح لا الشفشب العادي لا الحفاية العادي لا ما بمشي. بدك تشتري زنوبة كويسة عشان تتحمل مشي. هذا المكان بده ينكشف، هذا المكان بده ينكشف، بس زنوبة 3 ليرات حق البرت النص مش عارف شو ابدي نوع كويس اشتري من هنا ما يشتري من ليرة ليرة نص ايش يا اختي الكمامة؟ الكمامة الان بصير تغطية بعذر، اذا واحد مريض وبده يلبس كمامة، مريض يعني بده يلبس كمامة تغطية بعذر. التغطية بعذر بده يكون احد ثلاثه، ذبح هدي يعني شاء، او صيام 6 ايام، او صيام 3 ايام، او طعام 6 مساكين. طيب ايش لا يجزئ شفاف او غير شفاف، ما بدنا شيء يغطي تغطي يعني بغض النظر. الان لو شخص وضع على وجهه شيء شفاف لا يجزئ، لابد أن يكون لا شيء يمس الوجه ولا شيء يمس الكعب. طيب ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه، هذا بعد ما يحرم، ولا يقص من لحيته ولا من ظفره، خلاص. ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس، الآن بعد ما يحرم ممنوع الآن يضع يلبس ثوب عليه طيب أو ما شابه، ولا زعفران ولا عصفر، هذا بعد الإحرام مشايخنا بعد الإحرام، إلا أن يكون غسيلا لا ينفض. إيش معنى هاي مشايخنا؟ قديما يعني كأنهم بس ودوا يبعثوا له دراي كلين حلو عندهم ويغسلوا بغسلوا بزعفران وورس فبيعطي لون، مو القماش ما كانت الصين تصنع فكان كله يعني طبيعي والثوب بخدم عنده سنوات عديدة، فبيذهب الورس فبيعطيه لون وبيعطيه رائحة. الآن إذا غسلناه بتروح هاي الرائحة فصار لا ينفض يعني لا يخرج رائحة، اللون بقي موجود. ترى الأبيض استحباب يجوز أي لون للرجل أو المرأة، الأبيض استحباب، فبالتالي الآن قبلها أنت لبست ثوبا إيش عليه طيب ممنوع ممنوع لا ينفض لا يخرج رائحة بعد غسله لا يخرج رائحة. ولا بأس أن يغتسل، أشياء المباحة تغتسل تدخل الحمام يستظل بالبيت والمحمل يشد في وسطه الهميان. الآن حزام النفقة ليس مهم أن يكون إيش حزام النفقة ليس مهم أن يكون مخيط أو غير مخيط، الهميان حزام النفقة. ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطم، خلاص طالما أحرمت ممنوع تستخدم أي شيء متعلق بالطيب، والخطم مثل الشامبو يعني
إذا كان فيه طيب يعني مقصود يكون جزاء. إن كان مثل الصابون اللوكس وغيرها صار فيه كراهة لأنه فيه نوع طيب كراهة يعني. ويكثر التلبية ويكثر من التلبية عقيب الصلوات وكلما على شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبانا وبالأسحار. الآن هو أحرم صار طول الوقت مع الله، لاحظوا الآن إيش لبس؟ خرقتين صح؟ إزار ورداء، قطعتين قماش، ملك وزير كله إيش؟ كله قطعتين القماش. بعدها لاحظتم أنتم الآن ممنوع قص شعر، ممنوع قص ظفر، ممنوع طيب. بس الحج الإحرام فيه بقوم على ترك الترفق. شو معنى ترك الترفق؟ ترك متاع الدنيا. وبالتالي بس تضع طيب، تلبس لباس، أنت أخذت شيء من متاع الدنيا فعليك جزاء. يعني فهي أيام معدودات الإنسان يعيش مع الله، بس يعيش مع الله مش في سيارة فارهة وفي شقة ثلاث مكيفات وكذا، لا، معرض تماما عن الدنيا وعن متاعها لباسا صحيح طيبا كذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من الحاج قال أشعث التفث. عارف شو معنى أشعث التفث؟ يعني اللي شعره هيك طاير والوسخ أصبح يملأه، لأنه نتيجة المشي والسير راح يصير عرق ورائحة وكذا وكذا. فهذه أيام هو معرض فيها عن مين؟ معرض فيها عن الدنيا وكل ما فيها، وفقط مقبل على الله صادق في توجهه إلى الله عز وجل. هي يعني تتصور إن مشايخي دورة، يعني دورة أسبوعين زمان أو أسبوع زمان، أو هن فعليا تقريبا 4-5 أيام. يعني هذه 4-5 أيام بيأخذ الإنسان فيها تجربة عملية إنه يترك عقله. حلوة هاي، طول الوقت بتروح تلف حول حجارة، تمشي بين حجارة، تمشي من جبل لجبل، يعني زي المجنون على تصرفات البشر، على مقياس البشر. إيش غير معقول بالمرة؟ تترك العقل هذا وما يمليه عليك من إيش؟ من صحيح وغير صحيح. تترك رغبات النفس، ما في علاقة بين الرجال والنساء، ما في تطيب، ما في تزين، ما في اهتمام بالنفس. ولاحظوا طول الوقت أنت مشغول، عندك أعمال، بس أعمال مش للدنيا، أعمال لمين؟ لله عز وجل. حقيقة يعني الحج يشخص لنا أنه شو المطلوب من الإنسان في الدنيا كدنيا، وهو أن يقبل على الله تعالى، وأن يبقى طول وقته يعيش مع الله تعالى، وأن يعرض عن الدنيا بكل استطاعته. طب الله عز وجل دائما يخبرنا عن هذا، يخبرنا عن هذا، يخبرنا عن هذا، رغم كل هذا الإخبار لا، أعطانا إيش؟ فرصة لتجربة عملية أنك تعيش هذا حقيقة. بس هو المقصود أنت تكون هكذا. لذلك قالوا هنيئا لمن عاش حياته حاجا. هذا الفائز أنه بعيش كل حياته، عمله وركضه واشتغاله دائما لمين؟ لله. حتى لو اشتغل للدنيا يكون مقصده يحصل ما يكفيه، والباقي يجعله وين؟ يجعله في سبيل الله، في سبيل الله عز وجل. فالإنسان إذا أدى الحج بحق وصدق واجتهد فيه، طبعا أنا حكيت لكم في عندنا خلل كبير الآن في أداء الحج، خاصة عند الأردنيين تشعر كأنك رايح رحلة، يعني لأنه كثير من المناسك شو بعملوا فيها أصلا؟ الشغل اللي بتتعب شو بسوا فيها؟ بتركوها يعني. فبصف الواحد مش مأدي ربع الحج، ثلث الحج وبراحته يعني. لا، اللي بيأدي المناسك كامل وبيعطيها حقها وبيقبل على الله وبصدق فيها حقيقة، يعني هاي معنى رجع كما ولدته أمه، يعني بيرجع طاهر نظيف. وإحنا دائما نقول بيرجع، بيكون لهذا الحج له تأثير في حياته إلى مماته. بيصبح يا شيخ أيمن عنده رخصة حج في حياته والله، يعني بصير عنده حالة خاصة ترافقه إلى مماته من هيئة معينة اكتسبها واستفادها من الحج، استفادها. بس هذا كله بقدر إيش مشايخ وشيخاته؟ بقدر ما يصدق ويقبل على الله عز وجل في الحج. طيب الآن لاحظوا الريحة هاي كانت عليك أو على ملابسك من قبل الإحرام لا يضر. المشكلة إنك تلبس لباس بعد الإحرام عليه طيب. وصلت؟ بس هذه هي. في مشكلة موضوع الكعبة
الستر عليها طيب فهل جيب مستر من بسوش ايش كان صراحة ترفع الستر قصدك بس الانسان يضع ايده عليه بصير على حاجه بلوكه بصير على ايده راح يطير هيك ما شاء الله بل سيدي ممكن اذا صافح احد يصير وضع الطيب اللي موجود على الثاني بس مش يعني فعل يعني ما اعرف عنه ممكن الطيب ينتج ما قصدت